السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثاني، كنا قد تحدثنا في الحصة الماضية عن طرح عددين مع استلاف ضمن 3 منازل، أي ضمن العدد 999، بما أنه هو أكبر عدد ممكن أكونه من 3 منازل، وتعرفنا على أكثر من طريقة لتمثيل عملية الطرح ضمن 3 منازل. بدأنا بهذا المثال اللي باستخدام عيدان البوظة، إنه أنا عند يعني طلاب جمعوا لي 475، هذا للتذكير انشرح يعني تاني بس على أساس إنه نتذكر شو أخذنا. كان عندي 475 عود بوظة جمعوها الطلاب، استخدمنا فقط منها 158 صنع هذا المنزل مثلا باستخدام عيدان البوظة. المعلمة سألت كم عود من البوظة أنا ما استخدمته، يعني كم ضل زيادي بمعنى آخر. فشو الفكرة عندي؟ إني أنا أخذ العدد الكلي اللي هو 475، شو أطرح منه؟ أطرح منه العدد اللي استخدمته، فبضل عندي اللي ما استخدمتهم، بطرح منه 158. ففي عندي أكثر من طريقة ناقشناهم، اللي هو أول إشي باستخدام الأجسام الحسابية، بعمل العدد الأول هو 475 وبطرح منهم بشطب يعني 158 وبعد شو تبقى عندي. الطريقة الثانية اللي هي عندي باستخدام لوحة المنازل، اللي هي عندي أنا لوحة المنازل اللي هي أنا بقسم 3 أماكن، اللي هي عندي آحاد عشرات مئات، وتحت الآحاد يعني العدد الأول هو 475، بفرغ 5 في الآحاد، 7 في العشرات، 4 في المئات. إشارة الناقص، بما إني أنا استخدم عندي عملية طرح بدي أشوف كم تبقى. العدد الثاني بحط 8 في الآحاد وال5 في العشرات وال1 في المئات، بوجد ناتج الطرح في هاي لوحة المنازل عادي، يعني تحت كل مربع، يعني المربع الأول ناقص الثاني الناتج بيكون في المربع الأزرق. 15 ناقص 8 حكينا 7، 6 ناقص 5 1، 4 ناقص 1 3. هاي طريقتين صرنا، أجسام حسابية ولوحة منازل أو ترتيب عمودي. هلا ليلى، إحنا هون وصلنا إنه لو أجي أرتبهم عموديا، يعني أكتب العددين بدون لوحة المنازل، هيك أكتبهم 475 ناقص 158، بس طبعا ثاني لازم نحافظ على المسافات هيك على أساس إنه أنا يعني أبعد العددين لما أكتبهم على دفاترنا، بالذات لما أنا أخذ تمارين أطرح إنه 5 ناقص 8 ما يعني ما فيها الخمسة، فالسبعة جارتها يعني الخمسة بتطلب من السبعة 1، فهاي بتنقص 1 بتصير 6، الخمسة بصير معها 1 بتصير 15، 15 ناقص 8 ويساوي 7، ناقشناها من قبل، 6 ناقص 5 ويساوي 1، 4 ناقص 1 يساوي 3. بحكي لي وناقش كيف يمكن أن نجد ناتج طرح عددين ضمن 999 مع استلاف. في عندي أكثر من طريقة، في عندي الطرق اللي ذكرناهم عندنا هون، عندي أجسام حسابية هاي اللي لونها أخضر، في عندي كمان لوحة المنازل، في عندي الطرح العمودي، وفي عندي كمان إشي اسمه الطرح الأفقي، بس هلأ إحنا رح نركز على الطرح العمودي. خلينا نكمل مع الأمثلة الواردة عندنا في الكتاب. طبعا الطرح الأفقي يعني بخربش شوي، فأنتوا يعني لازم بالأول تتقنوا الطرح العمودي، وممكن أنا أعطيكم بعض المسائل عن الطرح الأفقي في نهاية الدرس وقت ما نكون تمكننا من الطرح العمودي. كمان في تمرينات في الكتاب واردة عليه. هلأ أجد ناتج الطرح في ما يلي، لساتنا عموديا، 4 ناقص 7، أنا طبعا بدي أحل أول 3، 3 اللي تحت بيكونوا واجب عليكم، ماشي؟ هدول الـ3 هلأ بدنا نحلهم، هدول من هلأ أنتوا واجب عليكم، هاي 3 مسائل كم أنتوا تتدربوا على حلهم. يلا عندي 634 ناقص 217، 4 ناقص 7 نبدأ فيهم منزل لمنزل، 4 أقل من 7 ما بتقدر تطرح 7، فبتروح عند جارتها، 3 بتصير 2، والـ4 شو بتصير عندي؟ 14. فـ14 ناقص 7
يساوي 7، لأنه 7 زائد 7 يساوي 14. أو السبعة بدي كم بدها لحد ما توصل للرقم 14؟ فباجي بعد على أصابعي إنه 7 8 9 10 11 12 13 14، فأنا رفعت 7 أصابع، فالجواب عندي بيكون 7. 2 ناقص 1 ويساوي 1. 6 ناقص 2 ويساوي 4. 1 ناقص 6، انتقلنا للمسألة الثانية. 1 ناقص 6 الواحد ما بقدر أطرح منها 6، بتروح تستعير من جارتها الواحد، بتصير عندي 11. ستة ناقص الواحد بدي أطرح منه 6 ما بزبط، فأنا رحت عند منزلة العشرات أعطتني 1، فالسبعة صارت 6، الواحد صارت 11. 11 ناقص 6 ويساوي 5، لأنه 5 زائد 5 10. هلا الحداش لما بدي أشيل منها 6، زي معكم 11 شيكل، بتكون تشيلوا منهم 6 شيكل، فبكون هذول الحداش عبارة عن شيكل مثلا مع 5، فالستة بتاخده الشيكل مع 5، فبتضل كمان 5. واضح؟ 6 ناقص 4 ويساوي 2. 9 ناقص 5 ويساوي 4. 4 ناقص 3، هاي هون انتبهوا، الأربعة بقدر أشيل منها 3، نعم 1. 2 ناقص 6، انتبهوا هون احنا كنا متعودين يعني غالبا انه منزلة الآحاد، يعني اللي كانوا مروا علينا المسائل من قبل انها منزلة الآحاد اللي بحتاج فيها لاستلاف. طب هلا مثلا هي منزلة الآحاد 4 ناقص 3، عادي طرحت ما في مشكلة. مين المشكلة؟ وين عندي في أي منزلة 2 ناقص 6؟ الاثنين بقدر أطرح منها 6؟ طبعا لا. 2 مين بدها تستعير؟ انتبهوا، تستعير من جارتها، دائما الاستعارة من جارتها الأكبر منها، يعني الاثنين مش بترجع تستعير من 4، خلص انهينا الاحادين وجدنا ناتجها، بتستعير من المنازل الكبيرة لانها اكبر منها، يعني لانه 100 عبارة عن 10 عشرات، يعني الواحد اللي من منزلة المئات راح يكون عندي يعني زي كأنه 10 عشرات، فاثنين في منزلة عشرات بدي اضيف لها كمان 10 عشرات، فبتصير 12 عشرة. يعني الواحد دائما يا ثاني انه الواحد بحطه اللي باخده من بستلفه من المنزله التاليه للمنزل المراد الطرح، يعني انها اللي بتحتاج لاستلاف، الواحد بحطه جنب العدد مش بجمعه اله، يعني 2 شو بدها تصير؟ 12. 12 ناقص 6 ويساوي 6. 6 ناقص 2 ويساوي 4. هلا التمارين الثلاث اللي في السطر الثاني هدول واجب عليكم، واضح؟ ننتقل للتمرين اللي بعده. اللي هو عندنا التمرين الثالث، في عندنا جدول بحكي لي السؤال الثالث: كانت قراءة عداد الكهرباء خلال 3 أشهر كما يلي: شهر نيسان، هاي قراءة العداد 360، شهر أيار 654، شهر حزيران 980. تتذكر وحدة البيانات اللي أخذناها في نهاية الفصل الأول؟ هاي شبيهة فيها، هذا السؤال بيشبهها كثير. عندي جدول في أعداد بحكي لي ألف قراءة العداد خلال شهر أيار، شو بدي أعرف من قراءة العداد خلال شهر أيار؟ باجي هاي يعني كلمة شهر أيار هي اللي بدها تدلني، باجي بشوف وين هون في هذا الجدول مكتوب شهر أيار، هاد ولا هاد ولا هاد، هون مكتوب عندي شهر أيار، معناته أنا هون تركيزي، فشو الرقم اللي في الجدول تحت شهر أيار؟ هيو 654، فأجي وأكتبهم في الفراغ 654، واضح؟ طيب السؤال فرع ب بحكي لي كم تزيد قراءة العداد خلال شهر حزيران عن قراءة العداد في شهر أيار؟ وين شهر حزيران وين شهر أيار؟ شهر أيار هي عينا من قبل، هلأ شهر حزيران هون مكتوب عندي نيسان، هون مكتوب عندي شهر حزيران، هذا هو شهر حزيران. بحكي لي كم تزيد قراءة العداد خلال شهر حزيران؟ معناته العدد اللي عند شهر حزيران هو أكبر من العدد اللي في شهر أيار. خلونا بالأول نتأكد، إحنا أخذنا المقارنة بين عددين
يعني شايفين يا تاني، أي درس أخذناه من قبل يعني نقدر نوظفه في جميع الدروس اللي بناخذها. يعني إحنا أخذنا المقارنة في الفصل الأول، وهل المقارنة هون بقدر أطبقها عشان أعرف من العدد الكبير؟ طبعا نعم، في عندهم عددين كلاهما من 3 منازل، كيف بقرب عدد من 3 منازل؟ باجي يعني 2 من 3 منازل، ننظر إلى أكبر منزل اللي هي منزلة المئات، مين فيها المئات أكبر؟ هل الستة أكبر ولا التسعة؟ طبعا التسعة أكبر من الستة، فهذا العدد اللي هو 980 مئاته العدد اللي فيها أكبر، فبكون هو العدد الأكبر. فعشان هيك عشان يعني أوجد ناتج الطرح، لازم أرتب العدد الكبير فوق اللي هو 980 ناقص 654. صفر ناقص 4، هل الصفر بقدر أطرح منه 4؟ طبعا لا، خلوني أغير اللون عشان يتبين معكم الاستيلاف أفضل. الصفر ما فيها 4، فبتروح عند 8. 8 شو بدها تصير عندي؟ 7. العشرة الصفر إيش بده يصير عندي؟ بده يصير عندي 10، الصفر بدل الصفر. 10 ناقص 4 ويساوي 6. 7 ناقص 5 ويساوي 2. 9 ناقص 6 ويساوي 3. كم الجواب عندي؟ هيو بالأصفر، 326. ماشي، فهذا بكون حل فرع ب، وهذا هو المطلوب منا خلال هذه الحصة، والسلام عليكم.